اهلا بيكم في حلقة جديدة من اكلات مصرية وخليجية. النهاردة هنتعلم طريقة عمل الفراخ الكوردن بلو، ودلوقتي هنشوف ايه المقادير عندنا. اول حاجة 4 قطع صدور دجاج، يفضل تكون الفرخة كيلو مش اكتر علشان تستوي معاكي بسرعة. تاني حاجة عندي هنا لحم رومي مدخن وسلامي وخلل علشان تقفلي بيها، وجبنة شيدر مربعات. غالبا بشتري الحاجات دي من كارفور. يعني هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه انا جبت الصدور خليتها الاول من العظم، وهتجيبي الصدر تفتحيه 2 كده اهي، تمام؟ مش للاخر بقى، هتعمليه زي الجراب كده اهو كده، تفتحيه واحده واحده بالراحه ما تقطعش منك اهي، تمام؟ تانية كده اهو، في حته زياده ممكن تبقي تشيليها، انا بشيلها ساعات اهي ورا، يعني هي دي لان بتبقى مفطوره عن الصدر، ممكن تشيليها كده تعملي بيها اكله تانية اهو كده، تكينا كده بالراحه، تحاولي توسعي قد ما تقدري الفتحه دي عشان تعرفي تحطي ايه الحشو بتاعك. على فكره الطريقه دي بتبقى نفس الطعم اللي بتاكليه في المطاعم بالظبط، يعني مفيش اي اختلاف اهي. نشيلها برضو كده انا كده اهو اهي كده اهي، ناخد اخر حته. تعملي على حسب بقى عدد افراد العيله عندك، او كل واحد بياخد حته، يعني واحد بياخد قطعة اهي كده اهي، تمام كده فتحت كل الصدور. هبتدي احشي بقى بالترتيب بقى. اول حاجة تحطي الجبنة كده، بالمقص كده تقطعي على 2. شوفي انت بتحبي الجبنه الكتير هتحطي القطعه كلها بتحبي. هنحط اول حاجه اهو كده، هنحط اول حاجه الجبنه. هتحطي الجبنه طبقتين، اول حاجه الطبقه الاولى اهي، لان يعني جبت القطعه قطعتها على 2، هتحطي واحده الاول رفيعه عشان تعرفي تقفليها، بعد كده تحطي تاني حاجه لحم الرومي، تقطيه برده بالمقص كده اهو على 2 اهو كده، وبعدين تجيبي السلامي كده بالمقص برضو كده اهو 2 كده كده، نحط واحدة كمان عشان ايه، وتحطي واحدة ونص تقريبا في القطعة كده. بعد ما حطيت الثلاث حتة في السلامي، هنحط الطبقة التانية من الجبنة كده ماشي. هقفل بقى بالخلال، خلصت اهو اهي، بنتي بقت عاملة نشا بس سندوتش ممكن يحشية كده اهي. بعد كده تمسكي كده اللحمة على بعض وتقفليه بايه، بالخلال. طبعا الخلال دي بتتشال في الاخر يعني، بس علشان تعرفي تقليها حاولي تقفلي قد ما تقدري عشان لما تقليها الجبنه ما تسيحش جامد في الزيت تبوظ الدنيا في الاكل كده اهو. بصي اهو اهي ماشي، حط خله كمان كده كمان. انا بحط 3 عامه في ايه، في واحده اهي كده، عملت اول واحده. الثانيه نفس الطريقه برضو.
اخر واحده. هعمل نفس الموضوع برضو في الجبنه الاول، افتحها بالمقص كده قبل ما افتحها. بعد كده هحط الرومي، السلامي كده كده، والحته الثانيه من الجبنه. كده خلاص انا خلصت اهو الاربع قطع. هبتدي بقى اجيب ايه التتبيله اللي هتبلها بيها عشان اقليه. تمام، شويه وارجع لكم. ورجعنا تاني اهو، هنعمل تاني خطوه بقى نشوف المقادير اللي عندنا ايه. اول حاجه بدايه إيه، شويه ملح، شويه قرفه، شويه جنزبيل، فلفل اسمر، كوبايه دقيق، وكوبايه تميت. تمام، هنعمل اول حاجه البيض. هتحطي بدايه هنا كده، وهتحطي عليها رشة ملح ورشة فلفل أحمر كده، تضربيها. كده عملت الخليط الأولاني. تمام، التاني بقى هتحطي الدقيق شوية كده اهو، وعليهم التميت شوية برضو اهو. ممكن تعملي بفيجيتار جاهز عادي، يعني ممكن تعملي بتميت بس بدقيق بس، ده ما انت عايزه. تقلبيهم في بعض كده تمام، وتحطي البهارات، القرفه طبعا دي بعد كده بتشيليها تخليها بس للاكله دي لان اكيد هيتبقى، والجنزبيل، شوفي الاسمر بطيط قوي، شويه ملح، تقلبيهم في بعض كده، تقلبي كده. بعدين نشيل كل الكلام ده على جنب بقى. اهو انا كده جهزت الخليطين عندي، وهبتدي بقى ايه اتبلهم. ما تتكلميش ماشي خالص. هاخد اول حته اهي، احطها الاول كده في البيض اهو، تقلبيها كده. طبعا هي بتبقى صعبة شوية لأن الخلل بترفعها، بس انتي ايه تحاولي يعني بالشوكة كده، وتقدري تحطي عليها البيض اهو. تمام كده كده اهو، تروحي حطها في الدقيق. ممكن برضو تحطي على البيض شويه لبن، يعني في ناس بتعمله بالبيض واللبن الاثنين، مش بتفرق يعني فاهمه، حتى ما انت متعوده. امسكيها بقى بالراحه قوي عشان ايه الخيط اللي فيها ما يطلعش، لان مش بيبقى متحمل هو كده. تحاولي تقدري تخلي الطبقه اللي فوق دي ايه تكون سميكة عشان لما تقليه الجبنة ما تنحش معاكي بسهولة. Thank you.
طيب انا خلطت او كده، هتبقى في التلاجة تقريبا ساعتين قبل ما اقليها. ساعتين بقى ايه، اما اجي اقليها ارجع لكم. دلوقتي رجعت لكم تاني بعد ما حطيت الفراخ في التلاجة شوية، بس ايه تشرب البهارات والتتبيلة شوية. تمام، دلوقتي هولع البوتاجاز بقى عشان نقلي كده. لازم تستوي على نار هاديه عشان تستوي من جوه الفراخ، ماشي؟ لان دي مش بانيه، لا انا انت حاطه الصدر كله على النار، فهتوطي كده اهو كده. تحطي، تمام، حطي اتنين اهو. انا حطيت الزيت بتاعي كفايه قوي كده، هتسيبه يقدح شويه وبعدين اقلي. ما تحطهاش غير لما الزيت يقدح، لازم الزيت يقدح الاول. هعلي النار عشان الزيت يقدح بسرعه وبعد كده ابقى ارجع اوطيه. دلوقتي انا الزيت بتاعي قدح اهو، هبتدي بقى احط الفراخ. يفضل على فكره توطي النار الاول، يفضل تكون الطاسه اللي بتقلي فيها كبيره عشان تحطي الاربع حتت مع بعض اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نار ها، يعني تبقي ايه طبعا انا بقول لك طاسه كبيره ليه، لان قليها بياخد وقت، تبتديها على نار هاديه. دلوقتي اهو هحط ايه رابع حته، هسيبها تقلي شويه وبعدين ايه اقلب الحته على الناحيه الثانيه على نار هاديه خالص عشان تتاكدي انها استوت من جوه. انا نقلتها على العين الثانيه عشان الصوره تبقى اوضح بالنسبه لكم يعني، وعلى نار هاديه اهي. هجيب بقى شوكه وارفعها كده اشوف يعني ايه بدات تتقلى شويه ولا ايه، ترفعي تشوفي كده اهو نشفتها شويه. اقلبها لان تفضلي تقلبي فيها طول الوقت عشان تتاكدي انها استوت كويس من جوه، لان بتبقى مشكله كبيره قوي لو ما استوتش من جوه، يعني ملهاش حل، تقريبا بتترمي كلها خلاص، ما ينفعش انك تاكليها يعني. فهي ايه عايزه على نار هاديه، وتفضلي تقلبي فيها كده. بصي شكلها بقى عامل ازاي، لونها اهو اختلف شويه. بصي الجبنه طايحه ونازله عادي، ما تلاقيش منها يعني مفيش مشكله، ما دام النار واطيه الجبنه اللي هتنزل دي مش هتشيط منك يعني، اهم حاجه تبقى النار واطيه اهو. هتبقى تاخد دوم برده من تحت شويه وارجع تاني ايه اقلبها. دلوقتي اهو رجعنا، طبعا الفراخ بدات تغمق اهي شويه، وبصي الجبنه باينه ان هي بتطلع منها عادي جدا. انا حضرت طبق ومناديل علشان الطبقه بتحطي عليها المناديل الاول وتسيبيها تهدى من الزيت خالص، وبعدين تحطيها في طبق التقديم اهي. بصي الجبنه عادي انها تبقى طالعه كده مفيش مشكله، انت ممكن تبقي تلميها بالشوكه يعني اهي كده كده اهو. خلص سوا واطلعها بقى وارجع لكم. دلوقتي انا طلعت ايه خلاص الفراخ بتاعتي وحطيتها في طبق التقديم، بس هناخد واحده برضو ايه نجرب نفتحها من جوه عشان تتاكدي ان هي ايه تمام. اهي من جوه اهي تمام. بصي شكلها بعد ما فتحناها من جوه، السلامي والجبنه ومستويه وكله تمام اهي كده، وبألف هنا وشفا.